السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعضاء نادي مهندسي الأردن في دورة البرمافيرا. اليوم إن شاء الله نستكمل دورتنا. إحنا يعني حسب المادة اليوم بنشرح الأورجنايز أكتيفيتيز أو الأورجنايزيشن للأكتيفيتي. الأورجنايزيشن اللي هي طبعا عبارة عن فيوز أو عبارة عن ترتيب أو سورتينج للأكتيفيتي. الآن نرجع لمشروعنا، الآن كيف بدي أعمل سورتينج أو بدي أعمل جروبينج أو organization لمين؟ لهذول الاكتيفيتي أو مجموعة الاكتيفيتي. الآن من كليك رايت في هاي القائمة اللي هي اللي layout class schedule layout اللي هي مكان فارغ، كليك رايت في عندي هون group and sort، group and sort كليك عليها. الآن تظهر عندي هاي القائمة، هاي القائمة هي مختصة في عمل الجروبينج والorganization اللي هي ترتيب الاكتيفيتي بناء على condition أو شروط معينة إحنا بنحطها له. فالآن لو قرأنا شو في أو شو بزودني هذا القائمة، في عندي display option show group total، group grand total، show summary only، shrink vertical grouping band. هذول الخيارات الأربع هي بخصوص ترتيب هي بخصوص إيش؟ ترتيب الأكتيفيتي داخل layout. هسا ترتيب الأكتيفيتي داخل layout هي حسب مثلا EBS الـ Enterprise Project Structure أو الـ OBS أو WBS أو يعني حسب شروط معينة إحنا بإمكاننا نحطها. الآن كيف بدي أحط هاي الشروط؟ في عندي هون Group By اللي هي Group By يعني نفهمها بطريقة إنه تجميع يعني التجميع بواسطة أو الترتيب بواسطة. الآن في عندي هون أكثر من مستوى، الآن لو عملت مثلا Delete لهذا الأكتيفيتي هيك الشاشة بتكون عندكم لحتى انه نرجعها بدون اي جروب. لو عملنا ابلاي لاحظوا انه هيك الاكتيفيتي او شكل المشروع بكون عندنا. الان بدي اضيف كونديشن بحيث انه يترتب الي هذا الشيء. الان بدي اعمل ايش؟ بدي اعمل اد. الان في عندي هون من جروب باي في لو كبسنا بتظهر الي قائمه منسدله، هذه القائمه المنسدله فيها الشروط تاعتي. هاي الشروط بامكاني احددها شو ما بدي. فالان مثلا بدي ارتب البروجكت اول شيء حسب ال WBS تمام؟ بدي اضيف كمان بدي اعمل ابلاي فضاف لي ايش؟ ال WBS. الان لو عملنا مثلا حسب ال WBS نيم عملنا ابلاي واعطاني ال WBS. طيب الان بدي اضيف كونديشن عفوا بدي احط حسب ال WBS كاتيجوري مثلا. لاحظ انه شو بتغير عندي هون WBS ابلاي. حلو. الان بدي انزل تحت بدي اضيف اللي هو هون الليفلز، هون الليفلز. الان اذا اخترت انا الدبليو بي اس، اذا اخترت انا الدبليو بي اس ليفلز فهو بيرتب لي اياهم حسب ايش؟ انه ترتيب واحد حسب الدبليو بي حسب الليفلز تبع الدبليو بي اس. لو عملنا ابلاي فظهر لي ايش؟ الاستراكشر والدبليو بي اس الخاضع له هاي الاكتيفيتي. طبعا هذا البرنامج مش البرنامج اللي اسندنا له الدبليو بي اس، هذا البرنامج هو البرنامج الاصلي صح؟ لو رحنا مثلا على واحد من الاكتيفيتي رحنا على جنرال لاحظوا انه الدبليو بي اس هو بس انه مش معرفين له دبليو بي اس، احنا عرفناه بالنسخه الغير هاي هاي الاصليه. المهم بهاي الطريقه بعمل ترتيب. لو عملنا مثلا لو نرجع لنسختنا الاصل، لو رحنا على بروجكت لو رحنا على بروجكت تمام وعملنا ديليت يس وعملنا امبورت تمام نيكست نيكست. الان بدي نيو فور كورس، احنا عندنا اوريجينال لا نيو فور كورس خلينا نحكي اوبن نيكست نيكست نيكست. نشوف هاي النسخه المعمول فيها دبليو بي اس ولا لا. كلوز open a project لا مش هاي النسخة المعمول فيها WBS، النسخة الثانية اللي هي انتم شغالين معي فيها. فالان مثلا بدي ارتب غير ال WBS. الان احنا اخترنا WBS level فحسب ال WBS بتقسم الي هذا الاكتيفيتي. طيب الان لو عملنا ديليت بدي الغي هذا الجروبينج، بدي اعمل جروب حسب مثلا ال
حسب الديوريشن مثلا او حسب الكالندر. حسب الكالندر بدي اعمل ابلاي. الان شو بيضيف لي؟ انه كل اذا كان في عندي متغيرات اكتيفيتي مسند الها كالندر مختلفه كالندر مختلفه، فالان برتبها الي حسب الاكتيفيتي حسب الكالندر. طب لو خليناها تمام ورحنا عملنا مثلا للكاستنج فور فوتينج، عملنا بدي اخذ بدي اعمل كالندر خاصه في، فالان لو رحنا على قائمه انتربرايز كالندرز وبدي اضيف مثلا سبيشال فور مي ات تمام سبيشال فور مي كوبي، عملنا سيلكت، الان اضاف لي اياه مثلا هون سبيشال نسميها اللي هي اللي اخذناها بالدروس السابقه تمام، وعملناها خليناها كمان ديفولت. طيب اوكي از ريكوايرد، لا خليناها هاي الديفولت سبيشال فور مي وهي سبيشال للجروب. الان نعمل عفوا نعمل الموديفاي للسبيشال ونحط فيها انه في عندي عطله عندي الورك اورز تمام، الورك اورز الورك اورز الورك اورز خليها انا احكي انه 6 ساعات او 5 ساعات حلو تمام. الان بدي اعممها، الان بهذا اليوم 5 ساعات طيب تمام. الان لو عملنا ستاندرد ورحنا تايم بيريود وعملنا هون 7 ساعات 6 ساعات عفوا للكل، هيك اتعممت للكل طيب. الان ديتيلز لو دخلنا على ما بديش ديتيلينج بدي اعمل ايش كمان، بدي مثلا بيوم الخميس هسه انا احنا حاطين ايش التايم بيريود 7 ساعات نعم 6 ساعات عفوا تمام، ونعمل اوكي نرجع والله تمام. التايم بيريود الورك ويك هون ستات ستة تاب ستة 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 الفرايدي اوكي، فالان اصبح كل الايام ستة. طيب بدي احط نون وورك مثلا يوم الثلاثاء تمام، انزل فيها تحت هون نون وورك مثلا اي كالندر اعمل اوكي. الان كلوز الان بدي اروح كاستنج فور فوتينج، بدي احط اختاره هون سبيشال اساين. لاحظوا الان لان انا عامل له اورجنايزيشن اعطاني انه الكالندر هاي خاضع لها هاي الاكتيفيتي والكالندر هاي خاضع لها هاي الاكتيفيتي. طيب لو رحنا على جروب اند سورت كمان وبدي اضيف مثلا بدي اعمل جروبينج حسب الديت، حسب الديت الايرلي ديت مثلا عفوا الايرلي ستارت، الايرلي ستارت وينك يا ايرلي ستارت؟ هي ايرلي ستارت. وبدي اعمل جروب انترفال، جروب انترفال اللي هو حسب اليوم ولا حسب الشهر ولا كوارتر اللي هو ربع السنه ولا ويك ولا يير مثلا حسب الدي تمام. نعمل ابلاي. لاحظوا الان اعطاني وينزداي يوم الاربعاء اللي هو 19/8/27/8. طيب لو حطينا انه باي مانث تمام عملنا ابلاي، لان اعطاني في الشهر، في شهر اوغست هذول الاكتيفيتي اللي بدي اياهم، في شهر سبتمبر هذول الاكتيفيتي اللي راح ينشغلوا حسب الايرلي ستارت تبعهم. هذا بفيدني لما اعمل ايش ريبورتنج اللي راح نحكي عنه لاحقا تمام. هذا بالنسبه لمين؟ للجروبينج اند سورت. فالان انا رتبت، طبعا بامكاني اختار اعمل موديفاينج على الالوان والقصص هاي مثلا هون بامكاني مثلا اعمل هاي جروب اند سورت مثلا هون اريال، لا بدي اياه مثلا الفون تبعه مثلا يكون غير غير الاريال مثلا تايمز نيو رومان تمام تايمز، هي نوع من انواع التنسيقات لا اكثر ولا اقل. بدي اللون يكون احمر مثلا اوكي اوكي. الكلر كل لون اصفر اوكي. الخلفيه يعني الباك جراوند وبعمل ابلاي. لاحظوا الان تغير حسب ايش؟ حسب اللي بدي اياه. طيب الان نرجع على الماده، هيك انهينا طبعا الجروبينج والقصص هاي. انتوا تقدروا تختاروا اللي بدكم اياه وتعملوا اللي بدكم اياه وتورجونا مهاراتكم في الجروبينج اند سورتنج. طيب الان في نقطه نتكلم عن اللي هي السائر اللي هي الريبورتينج. الريبورتينج
الريبورتينج او انه اعمل سمري، عفوا بنرجع للجروب نعمل سمري. الان سمري كيف بدي اعملها؟ انه من نفس القائمه احنا تمام شو سمري اونلي مثلا، اعمل ابلاي، فلاحظوا اعطاني سمري انه في عندي في شهر اوغست 2020 الديوريشن 21 يوم، بالسبتمبر ما اخذ منه 20 يوم، عفوا الايرلي ستارت، والعشرين والاكتوبر شهر 10 2020 ماخذين هذه الاوريجينال ديوريشن، كم الايرلي ستارت، كم المتبقي منه والقصص هاي. طيب اذا بدي الغي مثلا بدي احط الجراند توتال واعمل ابلاي. الجراند توتال اللي هي بيعطيني توتال بروجكت، توتال بروجكت تايم، توتال بروجكت تايم، وهون السمري تبعه تمام، توتال بروجكت تايم هنا السمري تبعه. طبعا احنا حكينا اثناء عمليه السكيدجولينج انه هون لو جمعناهم مثلا الاوريجينال تايم 21 20 اللي هي بتطلع 61، طب كيف طلع معي 50؟ لان انا في عندي اوفرلاب ثلاث ايام وفي عندي اكتيفيتي العلاقات بيناتهم هي ستارت تو ستارت او فينيش تو فينيش، وبالتالي اصبحت ايش مقيده. طيب الان نلغي هاي الافكار كلياتها تمام، الان نروح نتكلم نعمل اوكي، فظهر لي بهاي الطريقه بقدر اعمل اي شيء في الجروبينج اند فلترينج او اند سورتينج. طيب اللي اوت نتكلم عن اللي اوت، اللي اوت اللي هي نتحكم في المظهر الموجود عندي هون، نتحكم في المظهر الموجود عندي هون، نتحكم في المظهر الموجود عندي هون. طيب هنا احنا بنشتغل على شيء اسمه جراند شارت او بار شارت. طيب كيف ممكن اغيره مثلا لبيرت اللي هي المربعات او القصص هاي؟ من فيو لاي اوت نختار مثلا اوبن لاي اوت نو مثلا، لان مثلا بدي اعمل دبليو كلاسيك دبليو بي اس لاي اوت اوكي دبليو. لان ظهر لي ايش؟ ظهر لي هاي اللاي اوت شكل من اشكال هي مرتبه حسب الدبليو بي اس، حسب الدبليو بي اس. طيب مثلا لو رحنا جروب باي ستيتس ابلاي، لاحظوا الان اللي هي حسب الحاله، جمعهن اللي حسب حاله الانشطه الموجوده. طيب لو عملنا انه بدي شيء اياها، بدي خلص بدي ارجح على الوضع اللي هو انا فيه تمام. طيب الان بدي اظهر شيء اسمه بير تشارت. البير تشارت في عندي هون القائمه اللي فوق، في عندي هون تيبل تمام، في عندي هون جراند تشارت اللي هو هذا الشكل، لاحظوا انه اعطاني هون ديوريشن تمام. بدي ارجع الفيو لاي اوت اوبن لاي اوت نو تمام، واخليها كلاسيك سكيدجول لاي اوت ابلاي اللي هو الوضع الطبيعي تبعنا اوكي. طيب الان بدي اوسع وارجع. طيب هيك الوضع الطبيعي تبعنا. الان في عندي هون بالقائمه في عندي هون تيبل، لو رحنا على تيبل لاحظوا انه فقط بظهر لي ايش التيبل، ما بظهر لي ايش الجراند شارت او البار شارت. لو ظهرنا هون بظهر لي التيبل تبع الاكتيفيتي بالاضافه لمين؟ للبار شارت. الان لو رحنا هون على الاكتيفيتي نتورك بيظهر لي ايش؟ بيظهر لي اللي هو البير شارت تبعي. البير شارت تبعي بامكاني انا اعمل زوم عليه من هون من العدسات، لاحظوا. طيب الان البير شارت انا بامكاني كمان اغير في خصائص البير شارت، لو رحنا كليك رايت عليه تمام وعملنا له اكتيفيتي نتورك اوبشن اللي هي خيارات الاكتيفيتي نتورك اللي هي شكل البير. الان في عندي هون اكتيفيتي، في عندي اكتيفيتي بوكس تمبلت وفي عندي اكتيفيتي نتورك لاي اوت. الاكتيفيتي بوكس تمبلت احنا بامكاننا ايش نعمل اللي بدنا اياه. طيب كيف بدي اعمل اللي بدي؟ اللي بدي اعمل مثلا انا بدي بدي اعمل فورم جديد، فبعمل بوكس تمبلت هون على الكبسه هون. الان بدي احدد فيها اللي بدي اياه. اللي بدي اياه مثلا الاكتيفيتي اي دي ما بديش اياه، الاكتيفيتي اي دي ما بديش اياه، بعمل له ديليت تمام. اكتيفيتي نيم بدي اياه تمام. الان بدي اضيف اد، الاد شو هي؟ بدي اضيف الايرلي ستارت الاوريجينال ديوريشن، عفوا اوريجينال ديوريشن، وين هان الاوريجينال ديوريشن؟ مبدئيا الفلوت باث ما دام انه وصلنا عليها بعدين بنرتبهم. وين الاوريجينال ديوريشن؟ ايرلي ستارت ايرلي فينيش ايرلي ستارت وين ايرلي فينيش ايرلي ستارت ايرلي فينيش تمام. الان بدي اضيف اوريجينال ديوريشن
original duration. هاي original duration بدي أضيف late finish في late start. late finish late start تمام. أي late finish add late start. late start. طيب الآن بدي أرتبهم. بدي أرتبهم. الآن ترتيبهم كالتالي. الآن بدي الأكتيفيتي نيم الفلوت باث. طيب أوكي. الفلوت باث ايرلي ستارت ايرلي فينش اوريجينال ديوريشن. طيب اوكي عملناهم تمام. فعمل اوكي. الان هل هذا هو التمبلت تبعي؟ اكيد اكيد بدي اغير فيه. طيب بروح على فونت اند كلر اذا بدي اغير فيه اي شيء. طيب تمام. بامكاني مثلا اذا هذا التمبلت عجبنا ولا ما عجبنا. اذا الخيارات المتاحه الي اني بس اضيف شو هو داخل البوكس. طيب شكل البوكس شكل البوكس سوري شو اللي ضفناه شو اللي مسحناه اللي هو الاكتيفيتي نيم. الان شكل البوكس اكتيفيتي نيم اوكي. طيب الان شكل البوكس شكل البوكس في عندي هون اكتيفيتي بوكس تمبلت كاستم اللي هو انا الشكل كاستم اعطاني اياه هو بناء على تصميمي. طيب الان مثلا بدي لو رحنا على الاكتيفيتي اي دي اعطاني اكتيفيتي اي دي اكتيفيتي نيم بادجت كرنت ستيتس تمام. هاي اشكال من شو اللي بضيف تمام. ديوريشن اللي هو الشكل الحالي موجود عندنا تمام. طيب بلان ديت تمام. هذول الاشكال هو عاملهم هذول الاشكال هو عاملهم. طيب لو رحنا فوق كاستم الان كاستم اني بتيح لي هذا الشكل اني اعدله. لا بدي اعدل شكل اخر. بدي اروح على اكتيفيتي نيم. بدي اروح على بادجت كوست واعدل القيم الموجوده هون. لو حطينا انه هون اكتيفيتي نيم عفوا هون الاكتيفيتي نيم هون الاوريجينال ديوريشن. طيب نشوف اكتيفيتي او ستيتس او شكل ثاني مثلا لو اخترنا هذا الشكل تمام. بدي اضيف كمان توتال فلوت. لو رحنا هون نشوف اكتيفيتي نتورك لاي اوت اللي هو شكل النتورك تبعنا لاورجنايزيشن لونج توب ادجست. ما بدي اغير فيهم شيء. بدي اغير بس هذول مبدئيا وبدي اعمل بوكس تمبلت. اختار بدل الاكتيفيتي اي دي اكتيفيتي نيم بدل الاكتيفيتي لا عفوا ماشي اكتيفيتي نيم بدل الاكتيفيتي نيم اوريجينال اي دي اوريجينال ديوريشن تمام. واخلي الهايت تبعها هو كم واحد. طيب اوريجينال ديوريشن اون اكتيفيتي نيم اوريجينال ديوريشن بدل ستارت هي ايرلي ستارت. بضل عندنا قائمه الايرلي التوتال فلوت مشان ابين الكريتيكال. ايرلي ستارت وين هالايرلي ستارت اي 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 early start early start تمام. هون early finish الان percent complete لا unit هون بدي اياها late start تحتيها بالضبط late start late start هون late finish ليت فينش تمام. لو عملنا طيب الان بدي اضيف مثلا اد بدي احط توتال فلوت وهل فلوت فلوت باث تمام. فلوت باث ضاف لي وين قائمه جديده حلو. الان بدي اعمل اوكي وهاي الشارت تبعنا بدي اعمل ابلاي تمام. الان لاحظوا ان اكسكافيشن اوريجينال ديوريشن 10 دايز ايرلي ستارت اللي هي في 10 في 19 اوغست. يعني هو اكتيفيتي هو كريتيكال توتال فلوت فري فلوت باث. اذا ما طلع لي هاي الحسابات فلوت باث بدي اغير الفلوت باث بوكس واحطه الفري فلوت ال ABC
هي توتال فلوت تمام. اعمل اوكي اعمل ابلاي. الان لاحظوا هذا هو البير تشارت زيرو توتال فلوت توتال فلوت توتال فلوت اخر اكتيفيتي. لاحظوا العلاقات هون لاحظوا العلاقات لاحظوا انه اخر يوم اخر اكتيفيتي مثل ما حطينا هو ايش 4 ايام اذا هو مش حرج. طيب الان لو رجعنا للبيرت تكلمنا عن الفيوز تكلمنا عن كيف نعمل organization chart الآن نشوف تكلمنا عن layout يعني الأشياء هاي ممكن تفيدكم ممكن ما تفيدكم حسب متطلب حسب المتطلبات البدنية. طيب الآن لحتى ما أطول عليكم لو رحنا احنا تكلمنا عن الاكتوال ستارت والاكتوال فينيش. الاكتوال ستارت والاكتوال فينيش هي التواريخ فعليه لمين للاكتيفيتي. الاكتوال ستارت والاكتوال فينيش هي تواريخ فعليه لهذا الاكتيفيتي. اكتوال ستارت يعني التاريخ الفعلي اللي بلش فيه والاكتوال فينيش هو التاريخ الفعلي اللي انتهى فيه. متى بستخدمهم؟ في حال كان عندي انه في حال انه الاكتيفيتي بلش قبل التخطيط فمثلا عندي الاكسكافيشن انا مخطط له انه يبلش في 19 اغسطس 2020 لكن انا بلشت تخطيطي بعد ما بلش هذا الاكتيفيتي. فانا لو عملته اكتوال ستارت وعملت تاريخ سابق وعملت سيلكت مثلا فهو اعتبرها الي. لاحظوا انه في البيرت بعد التخطيط انه في هذا الجزء هو اكتوالي فعلي مبلش بعد ما ايش مبلش قبل ما ابلش التخطيط فهذا معنى الاكتوال ستارت. الان بدي ارجع بيرجع التاريخ تلقائي للبلانت. الاكتوال فينيش نفس الطريقه ولكن مش لبدايه الاكتيفيتي لنهايه الاكتيفيتي. الاكسبكتد فينيش احنا حكيناها، الكونسترين احنا تكلمنا عنه، السسبند والريزوم احنا تكلمنا عنه. طيب نتكلم عن شيء اخر بس خلينا نشوف النسخه اللي انا شغال عليها هي اللي هي نيو فور كورس. طيب اوكي نيو فور كورس. الان مثلا بدي اعمل ابديت. ابديت الان كل اموري تمام. والريسورسز طبعا المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتكلم عنها ونسندها للاكتيفيتي. الان بدي اعمل ابديت. ابديت في عندي شيء الابديت مش بستخدمه بالاكتوال بالسكيدجول اف 9 او السكيدجول ران او الفيرست ران. لا الابديت هو اني اعمل ابديتنج بناء على معطيات عندي. احنا اليوم تاريخنا 28/8/2020 وانا مشروعي بلش في 19 اغسطس 2020. بدي اعمل ابديت فانا بروح على هاي الايكون اللي هي ابديت بروجريس كليك عليها. الابديت بروجريس بتطلع عندي هاي القائمه اللي هي كرنت داتا ديت. كرنت داتا ديت اللي هي تاريخ اول فيرست سكيدجول 19/8. نيو داتا ديت اللي هو التاريخ اللي بدك تسوي فيه بمعنى سكيدجول اخر لحتى تشوف او رن ثاني لحتى تشوف ايش لحتى تشوف الابديتنج. فانا بدي اعمله مثلا ب 28 تاريخ اليوم واعمل سيلكت. الآن when using progress spotlight update progress for all highlight or all highlighted activity selected activity only. خيارين هذول إنه بدك تعمل الأبديت لسلكت activity أنت بتعمل إله selection ولا بدك تعمله لكل الأكتيفيتي. إذا all highlighted يعني إن اختيارات يعني إنه كل الأكتيفيتي تمام. إذا اخترت selected activity أنت بتختار الأكتيفيتي اللي بدك تعمل إلها أبديت. فأنا بعملها إيش all highlighted activity. طيب when actual are applied calculate activity remaining duration. هنا اذا انا اخترت انه هذا الاكتيفيتي هون اخترت له actual start او actual finish هل حساباتي لل remaining duration based on activity duration type ولا always recalculate؟ لا انا بحط له ايش always recalculate. انا ما بديش تحسب لي على duration type. duration type هاي خلينا نحكي فلسفه زياده لكن ما بتعطيني ايش واقع المشروع. انا بدي لا بدي شو ما صار تعديلات ارجع احسب شو ما صار تعديلات ارجع احسب. لا لو عملنا ابديت ابلاي عفوا اوكي لاحظوا انه هذا الخط الازرق ما قبله انتهى ما قبله انتهى. الان المناطق المتبقيه هي لم تنفذ. لاحظوا الان باللي اوت هون باللي اوت الاكتيفيتي لاحظوا انه في عندي عمود اسمه سكيدجول بيرسنت كومبليت اللي هو نسبة الإنجاز حسب المخطط إله، نسبة الإنجاز حسب المخطط إله. لاحظوا الإكسكافيشن نسبة إنجازه كم؟ 80%. والكاستنج بلاين نسبة الإنجازه كم؟ 7 و14%، باقي الأكتيفيتي لسه. لاحظوا بالريميننج ديوريشن في عندي هون إنه من الإكسكافيشن أنا الأوريجينال 10 أيام، المتبقي بعد ما عملت أبديت إيش؟ صار يومين.
كمان كاستنج بلايندنج المتبقي له 13 يوم. لاحظوا انه التوتال بروجكت تايم التوتال بروجكت تايم تمام اللي هو احنا رتبنا حسب ال WBS. لاحظوا انه التوتال بروجكت تايم هو 50 اورجينال. بعد ما عملت الابديت ايش اعطاني؟ 42. الان هذا طبعا اذا بدي اعمل بروجريس. طبعا اذا بدي الغي الهايلايتد على هاي بروجريس بيعطيني ايش؟ بيعطيني الهايلايتد وين؟ في البير تشارت، عفوا في الجراند تشارت. الان ما بقدر اعمل، انا مختاره في 4 سبتمبر، لا الان لاحظوا ما بقدر اعمل ابديت لتاريخ قبل تاريخ الكرنت داتا ديت. لاحظوا انه اعتبر تاريخ البروجريس، تاريخ الابديت بروجريس هو كرنت داتا ديت، هو كرنت داتا ديت. الان بمعنى لو رحت شايفين كرنت داتا ديت 28 اوغست اللي هي اول ما عملت ايش؟ ابديت بروجريس، لان البروجريس هو تراكمي. طيب لو رحت على الرن، لاحظوا انه الكرنت داتا ديت هو اعتبره ايش؟ اعتبره تاريخ البروجريس اللي انا اعتمدت عليه لحتى اني عملت ابديت بروجريس. فهي التواريخ لازم احنا ايش؟ ننتبه لها. بهيك حالي بنكون انهينا تقريبا 80% من الدوره. بضل علينا الريسورسز نضيفه ونسنده، بضل علينا انه نطبع ونعمل فلاتر ونعمل عفوا نعمل ريبورتنج. وبهيك حالي بنكون ان شاء الله يعني كمان درسين او ثلاث دروس وبننهي الدوره باذن رب العالمين. ويعطيكم العافيه واتمنى انكم استفدتوا. اي استفسار او سؤال انا جاهز فيه. الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.